فسدت الأمور. هي من ناحية هذه واحد ينجم يعمل ملاحظة سي سفيان، أن وقت لإخذات النهضة السلطة والحكم ونشحت وعلي العريض كان وزير داخلية، وقع اختراق بالتمام والكمال جميع المستويات متاع وزارة الداخلية وجميع المراكز إلى آخره، وتجنيدهم لفايت النهضة ولفايت الإرهاب في بعض الأحيان وقت ما يعطيهم أوامر مش ما يدخلوش. دونك الاختراق وقع يعطيك صحة كامل، وإلى يومنا هذا الجماعة ما تبخروش، ما نجموش يتبخروا، ما احنا لازمنا نشوفوا الواقع كما هو. أن النهضة كانت تتحكم تماما وحطت جماعتها من بعد في جميع الظروف، ومراه حتى ما كانش رئيس الحكومة نهضاوي كان ينفذ لها الأوامر متاعها في النهضة وفي اللي تحب انت، وينحي وزير العدل اللي يجي ضدها. على سبيل المثال مثلا غازي الجريبي نحاوه وهو حكاها لي ليانا، معناتها مش كلام فارغ، وزير عدل على جاوا هما يحبوا يمدوا للبشير العكرمي، هو ما حبش، قال ما نمدلش البشير العكرمي عام زايد. قالوا له كلموه جماعة يوسف الشاهد، وكلموا يوسف الشاهد بنفسه، وهذا هو اللي قال لي هو وزير عدل، قالوا خلي بشير العكرمي باش يتنجموا يتحكموا في وزارة العدل ويعديوا الارهابيين يسيبوهم في كثرة الأحيان. هكا الشاهد قال للغازي الجريبي. أنا غازي الجريبي حكى لي ليانا كما أنت تحكي توا ليانا، ونمنوا أخي من بعد وكلموا يوسف الشاهد قالوا خلي بشير العكرمي، قالوا لا ما خليش بشير العكرمي. جمعا بعد نحاوه أن كانت النهضة عندها الحكم المطلق في وزارة الداخلية على جميع المستويات، كانت وزارة الداخلية هي مقر المتشدين متاع النهضة ومعروفين سميهم مش لازم نسميهم. دونك اليوم واحد ما يمثلش اللي وخلت الخراب والرشوة تمشي وبشدهم، هي ما خلتها ذاك في جميع الوزارات باش لازم تتحكم فيهم بما في ذلك وزارة الداخلية. وقت اللي يحكيوا الجماعة معناتها يقولوا لي الكناطرية يعديوا اللي يحبوا، السراق يعديوا اللي يحبوا، معناتها وزارة الداخلية تتفرج مو لاباس، تعرفهم الكناطرية وتعرف الفساد وتعرف الارهابيين والاخوان ومخليتهم كلهم. دونك صار الاختراق ومازال موجود، انا ما نتفقش معاك. وقت اللي واحد يخفف مانيش انا باش نغرق ولا باش نعمل نكحل الامور ولا نسودها، لكن الى يومنا هذا بعض الوزارات ولات مضمونه خلافا لما قالوا السيد راشد الغنوشي لسنوات ماهوش مضمونين. اي مس لي او محاوله مس لوزاره الداخليه فسيكون مصيركم مزبله التاريخ، هكا قال قيس سعيد. من اهم الرسائل انس بن مالك هي اليوم ليل لهروب او تهريب بعض الاشخاص اللي قد تشملهم المحاسبه والمحاكمه. صحيح وائل، خلنا نقعدوا في العامين الاخرين، مش لازم نرجعوا لتالي برشا. رئيس الجمهوريه، حكومه هشام الشيشي، وزير الداخليه سي شرف الدين. يعمل هكا سيد مشيشي ينحي سي شرف الدين، بالطبيعه ما نجمش يحط وزير اخر على خاطر ما الاخر ما مش يخليه يؤدي القسم، يحط روحه وزير الداخليه بالنيابه. واحد شيء المشيشي يمشي رئيس الجمهوريه، يمشي للوحدات العسكريه ويمشي للوحدات الامنيه، ويعطي كل النظريه نتاعو نتاع اللي رئيس الجمهوريه هو قائد القوات المسلحه العسكريه والمدنيه. كي قال المسلحه واضح، العسكريه والمدنيه، هاي مدنيه واحد واحد. يعمل هكا سي المشيشي شي يعمل، ينحي يحط يعين سي لازر لونغو في المنصب اللي المصالح المختصه، المصالح المنصب اللي نعرفوه المصالح المختصه، اثنين بواحد المشيشي. للي ما يعرفش شنو المصالح المختصه انس في كلمه، نحكيو على الاستخبارات الاستعلامات الداخليه، السيام تاع تونس اللي يعرفوا على بيد اللي يعرفوا على بيد الاستخبارات الداخليه خاصه الداخل هو كان جو. دونك فما ما بين قيس سعيد وما بين النهضه فما لي ذراع منذ توليه السلطه. الوزاره الداخليه وزاره مهمه برشا، كيما البارح حكينا على وزاره التكنولوجيا الاتصال اللي تمكن من التنصت وتمكن من البيانات نتاع المواطنين، وزاره الداخليه نعرفوا الاهميه نتاعها وهذا شيء مهم. دونك في اليوم في الايامات الاولى، مازلنا رانا في الايامات الاولى راهو بعد 25 جويلية، راهو كيما نحكيوا على اللحظات التاريخيه اللي من بعد 14 جانفي، اليوم مازلنا في العشر ايام الاولانيين من بعد 25 جويلية اللي هي ايامات مصيرية، كل ساعة يمكن فيها حدث او معطى ينجم يغير موازين القوى. الرئيس قيس سعيد يعرف اهمية وزارة الداخلية،
ويعرف اللي فما كما قال سي المنصف وكما قال سفيان فما اختراق وكما قال سي المنصف الناس هذا ما ينجموش يذوب. لكن زادا خلينا نكونوا واقعين راهو مكثر اللي خدموا بهم حركة النهضة ما جبتهمش حركة النهضة راه الولاءات نتاعهم تبدلوا لأسباب عديدة سواء للترقيات سواء للمناصب سواء شدين عليهم دوسيات دوك الناس هذا في اي لحظه راهي ترجع راهي منضبطه تحت معناتها الرئيس معناتها دوك المهم برشا وانه قيس سعيد يعطي الاشاره هذه وانه وزاره الداخليه ايش قال هو ما قالش ترجع تحت قال ترجع تحت بعد تصرف واللي في خدمه الشعب التونسي ومش في خدمه شعب معين خدمه حزب معين. ملاحظه هنا صغيره على التنصت راهي الافار الكبير اللي تعدى على بيجازوس والتنصت نتاعه على المسؤولين في العالم الكل وهي شركه اسرائيليه متخصصه باش تسمع الهواتف والايميل وتقراها من كلهم راهو على حسب المعطيات اللي انا عندي اللي دوله قطر كانت عندها شريت من عند بيجازوس امكانيه التنصت وما بين النوامر اللي اعطاتهم هما نوامر نتاع مسؤولين توانسه سياسيين وصحافيين توانسه هذا الملف عمره ما تحل مازال على تونس اي نعم سيدي. وبخلاف هذا ثم تنصت حاجه اخرى اللي وخيان من الامن قالوها لي اللي راهو ثم منظومه نتاع التنصت خارج وزاره الداخليه وخارج وزاره الدفاع هي منظومه خاصه والمنظومه الخاصه هذه هي نتاع حزب النهضه اللي دوله اجنبيه بروبابلمون قطر يقولوا مول التوتان سيستم ديكوت خارج المنظومة الرسمية معناتها عندهم يسمعوا العباد كلها ينجموا يفبركوا بالأصوات متاعهم أي دوسي أي ملف أي اللي يحبوا عليه إذنك التنصت ولا الغذاء اليومي متاع السلطة الحاكمة العباد كلهم أنت وانا وسي سفيان والعباد كلها تحت التنصت سواء بار السيستم بيجازوس والدوسي مازال ما تحلش على قدر ما عندناش تقنين نعرفوه سواء بار وزارة الداخلية سواء بار منظومة متاع التنصت متاع حزب النهضة معناتها صار اختراق تام يعرفون اش نلبسوا اش ناكلوا وساعات قلت لك ياخذوك اللي زونريجستريمون سونور ويركبوه ويركبوه ويخرجوا اللي يحبوا هما ويهدوا به العباد دونك المنظومة هذه متاع وزارة الداخلية اللي يحب يحيزها قيس سعيد هي أكبر بالنسبة لنا ملف ينجم يتلهى به واللي رجع نسبيا الحريات للعباد نسبيا شوية نفس باش العباد ما يعرفوا رواحهم أنا نتكلم معاك وأنا نتكلم مع سي سفيان واحد ما عندهمش يسمعوني. قيس سعيد نذكره كان قال وزير التكنولوجيات تكنولوجيات الاتصال سي محمد فاضل الكريم وكان لمح وحتى بكل وضوح الحقيقة تحدث على عملية تنصت ممكن تكون سمحت بهم الوزارة ما اتهمش سي محمد الفاضل نذكره من أهم الكفاءات راهو في المجال هذايا في تونس اتهم الوزارة ولا منظومة داخل الوزارة جهاز نوعا ما سري قد يكون مرتبط بالوزارة مش تنصت برك عندهم الملفات متاع الفيسبوك الكل هنا في تونس الوزارة متاع اللي تتنصت تقرا الفيسبوكات تقرا الايميل متاعنا ومنوصل مصاع عندها ليستا متاع الاسامي متاع العباد الكل اللي ربما ما عنديش حجه ثابته ربما يستعملوهم وقت الانتخابات في يقول لك انا عندي مليون ولا زوز ملايين عباد منخرطين في الفيسبوك وما 7 ملايين في تونس منخرطين في الفيسبوك 7 ملايين منخرطين في الفيسبوك باسمهم بتليفونهم موجودين في الوزاره غادي وتعديهم للحزب اللي تحب عليه. اللي قالوا لك سي المنصف الباج اللي تعملت اللي دعات للخروج يوم 25 جويل فيسبوك مش حكي تليفونات هذه معلومه اللي عملت الباج تكلمها المصالح المختصه ومعناتها يكلموها ويهدوها فانسحبت وكلموا اعضاء اخرين للمجموعه هذه اللي دعات للخروج 25 صمود قبل لا مش صمود لا المجموعه نو مجموعه انديمنيزاسيون ونهضوي اللي التعويضات النهضويه فيها 800000 وسط وقت 800000 تونسي فيها يدعي للخروج نهار 25 جويل العوينه كلمت اللي عملت الجروب وكلموا دي زادمي معناتها كيقولوا تنصت كيفاش عرفوا الا بالتلس والتجسس شكون عمل الجروب هذا وهذا متاح معناتها انا عملت رساله نتاع مع اخوين اخرين متكونه تقريبا 34 مثقف وفنان تونسي باش ندوا بالوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والسياسي والكل ونرفضوا التدخل الاجنبي. انا بديت نوزع في الرساله المفتوحه على الفيسبوك متاعي درجين ما تعداوش درجين وفيسبوك يبعث لي رساله يقول لي
يا استاذ راك خرجت على المبادئ والخيارات نتاع الكوميونيتي نتاع في درجين يا هالعباد الكل هالشبكه كامله ثم شبكات بخلاف الوزاره ثم شبكات خاصه وشبكات عند بعض الاحزاب اللي تقعد تبع بالكلمه في درجين يعرفوني انا بعث 200 ولا 300 رساله للاصدقاء والصحاب نقول له هاوش تب صارت لك عمليه قنص مباشره معلومه ومن ثم سينياليزاسيون بدات اكبر المخاطر اللي عايشتها تونس هو الاختراق نتاع الحياه الخاصه وخاصه نتاع السياسيين والاعلاميين العشرة وخمسة وعشرين دقيقة مواصلين معكم يا فريق ومواصلين مع تصريحات رئيس الجمهورية نحكي على وزارة التجارة بعد لحظات ونستقبل معنا كذلك الأمين العام المساعد عضو المكتب التنفيذي للليتيكا نحكي هنا على اتحاد الأعراف يكونوا معنا بعد لحظات الحديث في موضوع طبعا الأسعار وكذلك فيما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد يلا البرمجة الخاصة على EFM حتى النص النهار أهلا وسهلا بكم انتم تسمعوا في برمجة خاصة مع وائل توكيبري على EFM أحلى راديو العشرة وثمانية وعشرين دقيقة أهلا وسهلا بكم من جديد على EFM في البرمجة الخاصة المتواصلة حتى النص نهار سفيان بن حميدة أنس بن مالك وضيفنا الاستثنائي سي منصف بن مراد مرحبا بكم من جديد إذن نحكي هوني على تصريحات الرئيس وزيارته البارح وزارة الداخلية يحكينا تول وزارة التجارة كما عرفتوا البارح فما معناتها خلينا نقول بوضوح جات تعليمات والا خلينا نقول دعوه من قبل رئيس الجمهوريه فاستجابوا رجال الاعمال والصناعه خاصه في الصناعات التحويليه الغذائيه وكذلك في مواد التنظيف برشا تخفيضات ولا خلينا نقولوا نقولها بكل صراحه اوتو ريغولاسيون صارت نوع من التعديل الذاتي صار ونقصوا في الاسعار هذا اللي صار ولا لين بعد شويه سؤال نطرحوه على سي خليل الغرياني عن المكتب التنفيذي للوتيكا قبل نسمع رئيس الجمهوريه في زيارته لوزاره التجاره مرة أخرى هنا أقول لهم هذا التنبيه بعد التنبيه أن أي محاولة للاحتكار من قبل الذين يمتلكون مسالك التوزيع ومن الذين يمتصون دماء الشعب هم أعداء الشعب ولا مكان لهم وسيطبق عليهم القانون إذا كان هناك احتكار أو كانت هناك مضاربة لا مجال للعب بقوت الشعب ومن أيضا يريد أن يمس بحيادية المرفق العمومي للأمن أو بأي مرفق عمومي آخر سيتحمل مسؤوليته كفى عبثا بالدولة التونسية هذا فيما يخص الاحتكار تحدث زيادة على فرض القانون واحترام علويته وطبعا استعادة وإعادة أموال الشعب كفى عبثا بالدولة التونسية الدولة التونسية دولة تقوم على القانون نحن حريصون على احترام القانون وعلى فرض القانون على الجميع أما إهدار الطاقات والمليارات الموجودة عندهم في الداخل وفي الخارج وكيف اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس لم نتعرض لأي كان على الإطلاق أن لم تتعلق بقضايا ولكن من تعلقت بقضايا يجب أن يعيد الأموال إلى الشعب التونسي والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي ليس صلحا بين مصاصي الدماء من يحاولون ضرب الدولة من الداخل وتفجيرها من الداخل الخطر الكبير الذي يتهدد الدول ليس الخطر القادم من الخارج ولكن الخطر الكبير هو تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن ونستقبل مباشرة سيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة لوتيكا أهلا وسهلا بك سي خليل مرحبا بك شكرا على شكرا لك سي خليل برشا تسألوا أكيد في التخفيضات الأخيرة في الأسعار بصفة عامة المواد الغذائية ومواد التنظيف أساسا شفنا القائمة البارح وهذا طبعا كان نابع عن لوتيكا بالأساس سي خليل أوتوريغولاسيون تعديل ذاتي وإلا جاء هذا في استجابة طبعا المطلب الرئيس في شكل واضح يعني هذا قرار نهائي وإلا ظرفي وقتي شوف أولا هو أنا ما نقولش أوتو ريجولاسيون لا هذه استجابة لمطلب الرئيس طلب الرئيس اللي هو طلب نبيل بطبيعة الحال لأنه يهم المقدرة الشرائية واهتمام بالمقدرة الشرائية وهذا شيء مهم ياسر ولكن نقول هذا مجهود من المؤسسات والصناعيين والتجار للاستجابة لهذا الـ هذا الـ هذا المطلب كما قلت لك النبيل دونك نحب نعتبره هذا مجهود
ولكن هذا في حد ذاته رغم أنه مهم وأنه مجهود يقعد ما هوش لا فيناليتي معناتها ما هوش هو الهدف النهائي. علاش؟ لأنه ثم كثير وقال السيد الرئيس وبارك الله فيه لأنه حطوا وضع الإصبع عليها في النهار وقت اللي صدع سيد رئيس الاتحاد والبارح في وزارة التجارة زاد أذكرها وهذا مهم وضم حتى الصناعيين والتجار المنظمين والقطاع المنظم تقريب هو بيدو متقلق من هذا منذ مدة هي مسالك التوزيع والاحتكار اللي هما يضروا في نفس الوقت المنتج ويضروا في نفس الوقت المستهلك وهما حلقة هذية ما لقيناهاش حل ووضعنا عليها الأصابع احنا ضع لنا مدة وقلنا هذا اليوم حان الوقت وشفنا انه بعد خطابه منذ اسبوع مع رئيس الاتحاد البارح توجه لوزارة التجارة احنا هذا شيء ايجابي وماذا بينا نواصلوا في هذا حتى نحدوا مسالك التوزيع ونهيكلوا مسالك التوزيع ونوضعوا اللي نسميه بالفرنساوية اللي قاعد فوق حتى مشي ما يقعش انزلاق منه ولا محوى إلا هذا الاحتكار. سي خليل غرياني نذكروا اللي الرئيس كان برا ذمة لوتيكا هذا ما فيه شك لكن نعرفوا مسالك التوزيع والتخزين ونعرفوا بصفة عامة انها تنتمي في جزء كبير منها للوتيكا وهوني نرجم يرجع السؤال لماذا لم تحدثش هالتعديل الذاتي؟ كيفاش مسالك التوزيع هذوما تنتهي إلى لوتيكا؟ بمعنى أنه اللي ينقلوا واللي يخزنوا ناس منتصبين بطريقة قانونية ومنظمة في السوق ما همش الكناترية اللي نحكيوا عليهم. لا التخزين ثم حاجة رو في التخزين ثم التخزين اللازم اللي هو مش يعدل السوق مش يخلي ديما سلعة موجودة ما ندخلوش دون جون بينوري ثم امن غذائي صح التخزين المعقول هذاك المراقب وهنا مساله التوزيع لازمهم يكونوا معناتها موجودين ثم رقابه هذا هو ما عندناش مشكله في هذا في التخزين هذا بالعكس لازم لانه ثم امن غذائي يلزمنا نكونوا موجوده البضاعات والسلع موجوده في كل في كل في كل وقت دونك هذايا لازم ولكن مش الاحتكار عمرنا ما كنا احنا مع الاحتكار قلت لك الاحتكار هو يضر حتى المنتج بيدو الصناعي او المنتج الفلاحي او غير او 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 صناعات التحويليه دونك ما نجمش يكون موجود في اللوتيكا ومقبول هذا ثم انه ثم مساله اخرى يلزمنا زادا ننظروا فيها ونشوفوها انه الكلفه مساله الكلفه البارح ريتو ثم تقريب 17 أو أكثر من القطاعات اللي تجاوبوا مع طلب رئيس الجمهورية ولكن زاد هما يعرفوا صعوبات أنا أقول لك الساعة اللي المواد الغذائية المصنعة تمثل تقريب 12% من المقدرة الشرائية وتمثل تقريب ثلث من الغذاء في المقدرة الشرائية ثم 20% يمشيوا في المواد الطازجة اللي هما خاضعة إلى مسألة التوزيع الخضر والغلال وبعض اللحوم البيضاء والحمراء دونك هذوما يلزم حضورهم مسألة التوزيع البعض منهم منظم كما اللحوم البيضاء ولا حتى اللحوم الحمراء أما الخضر والغلال اللي احنا نسمع أنه ثم كما قالها هو بيدو الرئيس وحتى احنا بيدنا هاو طماطم طلعت هاو فلفل طلع وكذا ولا تسمى انو بورصة حاجة غير عادية يلزم نوع من الاستقرار هذا مسالك التوزيع ولكن في المواد المصنعة لما نرجعوا نلقاو انه ثم الكلفة قاعدة دي بحكم الساعة الدينار ينقص وتختار وهذه حاجة طبيعية بحكم ايضا كلفة اضافية قاعدة نراو فيها من وقت الثورة مثلا اليد العاملة تقول انت لا 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 بخلاف اليد العاملة الشحن والترصيف الشحن والترصيف اليوم المتسميه والسوريستاري الكلفة هذيك وقت اللي يقعد البابور يستنى بالأسبوع وبالعشر أيام وبالحداشر يوم وأكثر وعندنا عدد مهول من البابور هذوكم كل كلفة وتقدر التقريب بمليار دينار سنويا هذيك كلفة على البضاعة توصل المعمل المواد الأولية توصل المعمل توصل بالكلفة هذيك علاش هذاك لأنه عملية الشحن والترصيف ماهيش ماشية في النفق اللازم
هذم حاجات يمكنوا ولفت نظر السيد الرئيس لهالمسألة هذه حتى لين نكونوا في مستوى المعدل الدولي. خليل باش يتفاعل معاك البلاتو معنا سي المنصف بن مراد، سفيان بن حميده، وكذلك انس بن مالك. سي المنصف ما تسمعتش لو في خبر توا جوست خبر عاجل تفضل. يا انس، السيد هشام المشيشي اللي اول مره ظهور السيد هشام ظهوره اي لخاطر فما برشا تشكيك وين مشى بتبيع الهيئه مكافحه الفساد توا معناتها في الهيئه توا مع السيد رئيس الهيئه بالنيابه السيد بن حسن، وهبطوا تصاور موجود لباس عليه وجهه لباس الحالة بتاعه عادية. دونك توا خبر مؤكد اي مؤكد زيارة زيارة الهجام المشيشي لهيئة مكافحة الفساد الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توا مازال غادي. دونك خاطر فما برشا تساؤلات حول وينو المشيشي، فما هاشتاج كنا باش نحكيو عليه بعد شوية بالضبط. المشيشي ديجا خرج في حالة جيدة وهذا معناته خبر مهم جدا. سامحوني وهما الصور نراو فيهم توا هبطوا من 10 دقائق في صفحة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. المشيشي حاضر واللي باين في الصورة انه في صحة جيدة وانه موجود وصرح حتى ظهر لي بممتلكاته ما بعد الحكم ما بعد السلطة، وهذا طبعا القانون يفرض. ونرجع معك سي خليل الغرياني، شكرا على التفاعل. سفيان بن حميدة خليل معناها انا مانيش باش نحكي على الاحتكار وعلى مسائل التوزيع، واللي يهمه بالاساس المواد الطاجة كما قلت. انا باش نحكي نحب نحكي شويه على القايمه نتاع 17 الماده اللي اعلن اتحاد الصناعه والتجاره التخفيض في اسعارها. بطبيعه الحال المنتجين معناها ما همش مطالبين باش انهم يخدموا بالخساره، يلزم يربحوا. وبالتالي نتوقع ونفهم انه حتى بالتخفيضات هذه اللي تم الاعلان عليها يبقى ديما عندهم هامش ربح. السؤال الواش تضخم اذا هامش الربح قبل ما يتدخل رئيس الجمهورية ويطلب التخفيض في هذا الهامش؟ اي ولا الجواب اي بيان سور تعرف شي هذا خموا فيه وخمم فيه انا على خاطر نعرف اللي مش يصير هذا النوع من التفكير. نقول لا ما نخفضش على خاطر لما تخفض مش يقولوا لك انت تربح برشا. هذا هو التفكير اللي خوف. هما قلتها قال اوتو ريجولاسيون، قلت له انا لا هذا مجهود. ناس قسموا ال 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 الهامش الربح نتاعهم مش يساهموا. اذا كان اليوم الهامش الربح والاكسيون هذه نعتبروها وكانهم يربحوا برشا، هذا ماهوش هذا المراد من العمليه والتفاعل مع الرئيس مع الاتحاد والاتحاد مع الرئيس. ماهوش هذا، هذا مش يخلي المستقبل راه ماهوش باهي في العمليات هذوما. ولكن انا شو نقول سفيان بن حميد سفيان اش نقول سفيان؟ انا نقول انه يلزم نخفضوا في الكلفه الزايده نتاع الانتاج. هذا هو المهم، لانه هامش الربح في اقتصاد مفتوح مش يحكم فيها المنتج، يحكم فيها السوق، لانه عندك ناس منافسه في السوق، لانه يعني اليوم اقتصادنا مفتوح للبضائع الاجنبيه اللي تجي مثلا. نعرفوا فما شبه ليبريشونج مع الاتحاد الاوروبي، لكن تونس رابحه فيه في الميزان. انت تقصد هوني في تركيا مثلا سي خليل الغرياني من 2014 نحكيو على اتفاقيه التبادل الحر غير متوازنه. حكايه الميزان فهمتكش؟ قلت لك انت شكون تقصد هوني في تحكي هوني على التوريد العشوائي والتوريد المنظم؟ لا المنظم قلنا الاتحاد الاوروبي تونس رابحه في البالانس، تحكي هوني على تركيا ممكن؟ هو رابحه في البالانس، معناتها رابحه يعني مع الاتحاد الاوروبي تونس تصدر اكثر من اللي تورد. انت على شكون تحكي؟ قلت لك على تركيا مش على الصين، معناها اتفاقيه التبادل الحر مع الصين. بشويه اش معناتها تونس تورد اكثر من اللي تصدر؟ راهو اتحاد اوروبي، راهو في 500 مليون، راهو عندكم تخدم المانيا وايطاليا. هذاك متفاهمين مفروغ منه يا سي خليل، فهمتني شنو نقصد؟ شنو هو الاتفاقيه اللي انت هوني مستهدفها؟ قلت لك يا راجل ماني مستهدف حتى شيء، لا ما تدخليش فيها، مش مستهدف. قلت لك في اطار اقتصاد حر
سي نورمال كو اللي يحدد السعر ويحدد لهنا السعر نتاع المنتوج هو السوق. ثم نقعد ونخدموا على الكلفة. يلزم وهذا هو يلزم الكلفة الإضافية والزايدة. كيما قلت لك لي سوريس طاري نتاع الترانسبور في بالك اليوم لما تشري مواد أولية من أي بلاد في العالم تقريب الحاوية السعر الحاوية زاد مرة ونص ومرتين. أنت أنت منين جي؟ علاش؟ على خاطر تونس ديستيناسيون وين يقعدوا أوراد والبابورات يقعدوا بال 20 يوم بال 15 يوم. دونك ولا هذا عنده عنده سيزيفي على الكلفة. وهذا اللي غلي السعر ماهوش هامش الربح. واضح المنصب بالله عندي بعض الاسئله سي المنصب بن مراد تفضل سي المنصب ربي يفضلك يعيشك بارك الله فيك. المشكله ماهيش على حسب ظنينا ماهيش فقط تقنيه اليوم اللي واحد يزيد يتذكر به اللي التونسي ولا في وضع معناتها حتى حد ما يحسدوا عليه. عندي مره نغسل بالكهرباء نتاعي اللي يغسل بالكهرباء نتاعي قال لي وليت الحوت ناكل فيه بعينيا. قال لي نمشي انا نتفرج في السوق ما عادش نزم نخلط ناكل فيه بعينيا. باو ينزم حتى ياكل سردينه ما ينزمش. الوضع نتاع التوانسه ولا صعيب واكثر من صعيب. واحنا لازمنا نلقاو الحلول مش بركة التقنيه، الحلول زاد السياسيه مع بعضهم الزوز. وقت لي تتكلم انت على الكلفة إلى آخره متفق معك هذا الكل متفقين، لكن parallèlement ثم أريزو أول حاجة اللي يحتكر وفيه عدد من الوتيكا اللي عندهم دبوات الكبار بوريغولي وينجموا يعملوا أكثر من ريغولاسيون ويطلعوا في الأسعار. ثم لو سيركوي دو ديستريبيسيون الكل المسؤول واللي أنت ما قلتش عليه وسيركوي دو ديستريبيسيون خرب البلاد وفرض الاسعار اللي يحب عليها من اللي ما كان اللي يخضر الثانيه وهو ماهوش فلاح للانترميديير الى اخره. دونك ثم مشكله لازمها تلقى حل سياسي بمشاركه لوتيكا. اما وقت كل شيء نحطوه على البرت ناتورالمون وستام اللي تكلف في تونس 1000 مليار في العام ونقولوها للتوانسه بالفلاحي 1000 مليار مليم وعندهم المعدل نتاع حاويه ونصف النهار وصلوا وقت اللي معناتها في الساعه وقت المعدل نتاع هزان الحاويات في دبي في امريكا هي في الساعه على القليله ما بين 7 و14 بالضبط واحنا واحده ونص في الساعه واحلين باش نعملوا الارصفه 8 و9 ما نجموش نكلموهم على خاطر نعرفوهم هما بنديه ويقول لك يوقف لك الشحن والترصيف يوقف لك الرصيف الكل. بون ثم مسؤوليات سياسيه اخرى سيدي الباهي. ثم السوق المفتوحه ثم لي غران سيرفاس وبكل صراحه اخذوا توا الى كلك زاني من عند يوسف الشاهد ربي يبقيه ليهم 100 مليار من اعفاه 100 مليار ينجموا هما تبارك الله عليهم بعد الديكلار على فان داني. مانيش حاسدهم انا ربي يزيدهم الفلوس وربي يزيدهم الخيرات مي با او ديتريمون دو سيتويان. في الوضع اللي احنا فيه المنتج التونسي لازمنا نعاونوه. القطاعات اللي فريمون كيما مثلا الكويري شوسور كيما الفيت مثلا اللي قاعدين اون سيتياسيون دو ديتريس توتال يحتضروا مسلين يعاونهم جو سوي داكور افيك فو. اما لا شك أن بعض العباد تستغل في الوضع الاقتصادي من بما فيهم نسبة ما نعرفش ما نتهمهمش على خاطر أنا بالنسبة لي رجال أعمال 90% نتاعهم وطنيين وباهين ويخدموا ويكونوا في الثروة رغم الظروف نتاع الأداءات والامبورتاسيون كلونديستين واللي 50% من البي إن بي من البي بي ولا في يد الكناطرية معناتها عندهم 50 ولا 60 ألف مليار اللي كانوا نورمالمون مشاو للتجارة المنظمة هذوك تهزولهم ومش تعداو للجهة الأخرى. دونك لو بروبليم إي كومبلين نمشي أنكدوت صغيرة وبرا نمشي للجراند سيرفاس على انهم يرخصوا. اي سيدي عمك علي العطار نتاع الحومه انا نشري من عنده في حكه طن 7000 فرنك نلقاها 9000 ونص مثلا لي نهارين نمشي نشري زيت السوجة نلقى البيدون ب 26 دينار. يا اخي اللي يوزعوا في بيت في زيت السوجة ماهمش في اللوتيكا انتوما ما تشوفوه زاد شويه سي خليل غرياني خلي يجاوبك معناتها لي ديباسمون مع بعضنا لازمنا نلقاو حلول على خاطر العبد والشعب تعب.
الشعب ما عادش يخلط، الشعب ولا يهز هو راهو، وانت تعرف وانا نعرف، نمشي للحياة الشعبية ونشوف، يبدأ يستنى وقتها الخضار يسكر باش يمشي يهزم الزبلة نتاعه. خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي نظيفك الدجاج اللي يمشي في آخر النهار، وربي أنا شفتهم عندي صاحبي خليل يتفرج بيهم، يهزوا من الزبلة متاع الدجاج، الجلدة متاع الدجاجة والساقين ولا ملوحين باش يمشي يطيبوهم. راهو الحالة نتاعنا إذا كان لوتيكا وعندي ثقة فيها وفيها رجال بهين، ما تلقاش حلول حتى لو كونترول دي بري دو مانيير بروفيزوار، دو مانيير بروفيزوار. يلا خلي يجاوب سي خليل. واضح سي خليل غريب. بارك الله فيك سي المنصف، احنا ماناش مختلف معاه، الطرح نتاعو صادق، وهذا هو طرح المثل العميقة في البلاد هي المقدرة الشرائية، مقدرة الشرائية المواطن اللي هي أصبحت معناتها في تراجع، تراجع تقريب مستمر، وهذا ما هوش انفلاسيون في العام 6% انفلاسيون في العام في عامين، شوف ايش تحسبوا 3 سنين ايش تحسب. يعطيك الصحة، واحنا قلنا راهو وشفنا انه حتى الزيادات في الاجور المستمرة من 2000 من عام 90 الى يومنا هذا ما عملتش حاجة كبيرة، معناتها ما حسنتش الاوضاع. دونك نشوفوا ملف المقدرة الشرائية، لما تفتح ملف المقدرة الشرائية نحكيو تو من قبيلك على الغذاء، الغذاء هو 31% يقعدوا البقيه الكل ما 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 يقارب 68% حاجات اخرى اللي هما قلنا السياسات العموميه اللي هي السكن والنقل والصحه وكذا والتعليم وغيره، هذا اللي ياخذوا. وايضا زاد لما نقول السكن في الموصف، انت تعرف قداش زادت فاتوره الضوء بالنسبه للمواطن منذ السنوات الأخيرة، وفاتورة الماء في السنوات الأخيرة، ما هو هذا ينقص له حتى على مستوى إمكانيته في الغذاء. أنا موافقك إن لازم نشوفوا الأسعار بطبيعة الحال، ولكن حتى أنت المواد اللي ذكرتهم كما زيت الحاكم وزيت السوجة، هو راهم هذوكم مسعرة. مسعرة معناتها فيهم سعر، وهذوكم سيدي برودوي كور فرونسي. ولكن زاد مع انه ما نرفضش الطرح نتاعك راهو. اي سامحني وقت انت تقول لي مسعره كيفاه بربي تفسر، كنا هريك مشيت باش تشري بيدون نتاع زيت مسعر، زيت نتاع سوجه كان 18 دينار نشري فيه في الجرون سيرفاس، لقيته 26 دينار. انا ما نجمش نجاوبك على منتوج ولا حاجه لانه موت اختصاصي، صار احتكار لا بار دو سارتا، صار احتكار. انا راني مانيش ضد كلام، لكن قاعد نتفاعل معاك نتفاعل معاك، يسمى مشكلة نتاع المقدرة الشرائية اللي هي كاملة فيها عديد من العناصر، ويلزمها تدخل السياسات العمومية. اليوم علاش تفسر أنت اللي الكلفة نتاع التعليم اليوم اللي هو مجاني يوصل 8% و 9%، اللي هو جوستومون مقدر اللي تكون بارتيكولي ب 1000 مليار من البنك مونديال. زاد كيف الصحة تتكلف اليوم تقريبا 7 و 8% اضافيه بعد الخصم اللي عملوه له. كيف النقل اليوم ما بين 12 و 13% من شهريته مش يمشي يخدم. هذا الكل مع ايضا بطبيعه الحال المواد الغذائيه والمواد المصنعه، ما فيش كلام هذا. ولكن هذا سيدي الاسباب الاسباب مختلفه زاد. خلينا نختموا مع سي خليل. الانفلاسيون اللي موجوده في الى اخره، ثم لوغمونتاسيون نتاع لي سالير اللي موجوده، ثم الاداره نتاع اللي دخلت 200,000 عبد، ثم 3,000 اللي دخلوا التونسير، مصاريف الدوله زادت، الدوله انفاقها زادت، والمسؤوليه نتاعها هي الطبقه السياسيه وخاصه النهضه. سي خليل الغرياني باش نحاول نلخص اللي قلته، تقول راهو خلينا نقولوا القفه والمواد الغذائيه اساسا خاصه منها المصنعه تتكلف، وخاصه زاد الطازجه يتكلفوا 20% من المقدره الشرائيه العامه للمواطن 18. لا الغذاء يتكلف 32% بما فيه المصنع، واضح بما فيه المصنع 18% واضح، والطازج اللي يمثل 14 إذن بالمية فقط، يعني 12 و20 12 و20 به مش 18 و14. إذن حبيت نختم معك هوني سي خليل على التوندونس، هالتوجه العام نعرفوا اللي فما اليوم ضغط على الكلفة، فما ضغط حتى هوني على الأسعار النهائية، باش يكون هذا التوندونس موجة وإلا توجه عام قد يزيد من بعد زادة يتكرس من خلال المفاوضات الجاية.
قلت لك ما عندناش المفاوضات انا هما نتاع شنو المفاوضات خاصه مع الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قد ما يطالبش بالزيادات المبرمجه وكذلك المفاوضات مع وزاره التجاره اللي قد تضغط على المسالك الغير رسميه يلزم الضغط على مساله التضخم كما قال في المنصف راه حاجه كبيره ياسر 6% كل عام 6% ولكن زاد ما عملنا لها حتى شيء معناتها ما عملنا لها لازم ندخلوا للكل العناصر بجزئياتهم على خاطر كل جزء عنده علاقه بالكلفه في البلاد هذه اي مهما كانت لانه الفاتوره نتاع الضوء ثم وراها كلفه هل نظرنا بما فيه الكفايه بكلفه الضوء في البلاد ان السيديان جيري ولا تتصرف فيه باهي ام لا والمياه والماء كيف والصحه كيف والمواد الغذائيه بطبيعه الحال هذوما اللي هما فريشك اللي هما كما قال تشري كيلو طماطم ب 300 فرنك تلقاه ب 3000 فرنك او ب 2000 فرنك هل انه هذا 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 معقول؟ هذا هو اللي لزمنا ومعناتها احنا ماشيين في هذايا ما فماش مشكل ولكن حاجه بربي نذكر فيها كما قال تو سي سفيان راهو هذاك العمليه راهو مجهود نتاع الصناعيين والتجار للتفاعل مع اتجاه السيد الرئيس وهذا ماهوش راهو جاي لانه عندنا فائده كبيره ولا ربح كبير لا مجهود سوني با دو لوتو ريغولاسيون سي ان ايفور سي ان ايفور مش ناسيونال بور سانتيغري دون ليفور ناسيونال واصلوا على كل حال في الليفور هذي اكثر شويه لغايه راهي والله تونس راهي تعبت لوتيكا عندها دور كبير ياسر لوتيكا عندها دور رغم اللي بعض القطاعات نعرفوهم تعبانين الى اخره ونيفو دو كونترول دي بري او موان دي دون ريالمونتير الماكله جا ربي اذختوا شويه وشوفوا القطاعات في المنصف كيما الحذاء نعرف نعرف جلود الاحذيه عنده مجهود اضافي اليوم القطاع هذاك اللي هو في حافه الافلاس لا عمل مجهود ما لازموش نقولوا كان يربح برشا زاد لا عمره حد ما قال يربح برشا فاش قام كلهم يربحوا برشا سفيان قال لك معناتها هذا يعبر وقت يتكلموا جنرال سي سفيان مش على قطاع من القطاعات لا ثم قطاعات اليوم عملوا معناتها تجاوبوا رغم صعوباتهم تجاوبوا معناتها مش هذا يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار ونواصلوا في هذا واحد شكرا لك سي خليل يعطيك الصحة يا سي خليل يا سي خليل توا قطاعات كيما الجلود والأحذية كما غيرها من القطاعات الأخرى نعرفوهم في وضعية صعيبة كما النسيج كما نعرفوهم في وضعية صعيبة إما القطاعات في اللي علاقة بالتغذية توا رانا توانسة مع بعضنا ونشوف أي شنو المغزى ليه توا تشوف مثلا كما اللحوم حمراء البيضاء نقصوا دينار البارح نقصوا دينار لأنه زادوا 3000 من غير حتى سبب قر وحده قال لك العلفة زادت العلفة زادت ليه مش تفهم أنه راهو يا خليل والله فما زيادات يا خليل نكونوا واقعيين وإذا كان فما مش نكون الطرح نتاعك مش يكون فيه مصداقية لازم زاد يعطي حق كل واحد معناتها ما نجموش نقولوا راهو على خاطر هكا معناتها هذا راجل عمل مجهود ولا مطلوب اللي عمل مجهود بارك الله فيه عمري ما قال هذا هو عمري ما قلت الكلام هذايا اللي عمل مجهود بارك الله فيه اما نقول لك راهو صارت زيادات للاسف اللي كانت مشطه في حينها يا ولدي كان تشوف كيما قال لك العلف مرة ارجع وشوف العلف قداه زاد كي الدينار طاح بربي سامحني انت سي خليل تعرف خير مني الموضوع هذا السوم تاع العلف كوم اون ترومب في مركب السعر كوم اون ترومب يفسر 3000 في الكيلو زياده على خاطر ثم دوتر زون ترون كيما السعر نتاع الشهريات كيما الضوء كيما تريسيتي الى اخره اللي زادوا بشيء ضئيل انت ما تنجمش تزيد من 11 دينار الاسكالوب 15 دينار تستغل ثم عباد بكل صراحه استغلوا على خاطر لون ترون نتاع يا سيدي العلف قداه 20% في البرودكسيون 30% من البرودكسيون واحد راهو ماهوش اشتر حسب اتحاد الفلاحه اشتر حسب اتحاد الفلاحه لا ما نظنش لون ترامب عمره ما يكون اشتر لا 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 فيما يخص لا وزاره الفلاحه غلطه ماهيش لون ترامب يلا سي خليل وخلينا نختموا لا تسمعوا حكايه الدجاج والاسكالوب حكينا فيها في عديد من المرات يظهر فيك تحب الدندون شوفوا مع الاتحاد والفلاحين ما نجيبش نقول لك انا واضح سي خليل ما نجيبش نقعد
هذا هو اش حبيت نقول سيدي. يعطيك الصحة سي خليل الغرياني على الاهتمام. يعطيك ألف صحة، شكرا لك سي خليل الغرياني، ومشكور على حب صدرك. نذكر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة. نحن قبل ما نرجعوا لباقي المواضيع السياسية حبيت نذكر بأهم الأخبار. أولا ظهور وأول ظهور للمشيشي منذ 25 جويلية، شفناه قبيلة فني لوك في هيئة مكافحة الفساد، عمل تصريح، عمل تصريح بالمكاسب من بعد مغادرة السلطة العهدة. وهذا القانون شو يقول؟ حسب القانون هذا بالنسبة لهجام المشيشي واللي ظهر خلينا نقول في مظهر عادي لأنه وصحي. لأنه علاش نحكيه في الحكاية هذه؟ لأنه صفحات حركة النهضة أو قريبة لها عندها توا ثلاثة أيام في حملة كبيرة وينو المشيشي وفي الإقامة الجبرية وتعرض للعنف وتصاور خرجوا حتى تصاور أي فوتوشوبي للمشيشي وهو مضروب في وجهه إلى غيره. يظهر المشيشي إذن وأخيرا هاو نشوفوا فيها الصورة على الـ FM TV في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. قولوا له الحمد لله على سلامتك. والله إيش باش نقول لك، السيد قال شي امتثل لإرادة الشعب. بارت تفجعنا بالحق الحقيقة كنا تروح علينا اليوم. اليوم باش نحكيه على ممكن إمكانية قبول السيد العباسي مروان العباسي بمنصب رئيس الحكومة، ومنه كنا باش نختمه بمصير المشيشي. أين هو المشيشي؟ هاو ظهر، ظهر سيسكر علينا الدوس بالضبط. وهكا نجمو نهتموا بالمسائل الحيوية الحياتية التوانسة. فقط قبل ما نعطيه الكلمة الألفة اكشو في الميتيو، حبيت نذكر بالبيان الصادر وأخيرا عن مجلس شورى حركة النهضة، مازالوا يوصفوا ما صار نهار 25 بالانقلاب، لكن يتفهموا غضب الشعب ويدعون إلى إعادة البرلمان. بعد شوية يكون معنا السيد محمد القماني عضو الشورى، يكون بعد شوية سي محمد في ربط مباشر مع EFM. يلا ألفة بعد شوية الأخبار، إيمان الطيب على رأس الساعة، ونرجع كذلك للحديث عن مستقبل الحكومة في انتظار قبول سيد مروان العباسي بالمنصب هذا. ونذكر زادة فما حديث كبير على وضع السيد بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، خبر شبه مؤكد أنه فما قاضي تحت تحت الإقامة الجبرية. هل هو سيد بشير العكرمي؟ الجواب بعد شوية، القضاة يتحدثوا وهم غاضبون في هذا الشأن. يلا ألف ليك الخط، شكرا لكم على الانتباه. EFM حتى النص نهار البرمجة الخاصة، مرحبا.